السلام عليكم أعزائنا طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل كتاب جيم 2024 2025 الفصل الدراسي الأول يونت 3 ماي كوميونيتي المجتمع بتاعي. هنبتدي كده يلا مع بعض بليسن 1 and 2. قبل ما نبتدي كده طبعا بليسن 1 and 2 الدرس الأول والتاني، زي ما احنا عارفين كتاب جيم السنة دي زود التدريبات كتيرة جدا، عامل تدريبات على الكيفو كاب صفحتين، وعندك تدريبات اللونج مان وتدريبات كتاب المدرسة والمحافظات. كل ده طبعا حاجات جديدة جدا مزودها كتاب جيم، زائد التشيك بوينت اللي معمول بعد كل جزء خاص بالجرامر وجزء خاص بالفوكاب، وطبعا زائد الأسئلة اللي على المحافظات كتيرة جدا، ودي يعتبر ميزة بيتميز بيها السنة دي كتاب جيم. يلا كده بينا مع بعض نشوف أول جملة معانا. أول جملة عندي هنا بيقول لي try to find an attractive to your article. article اللي هي المقالة اللي انت بتكتبها، حاول تشوف لها ايه جذاب. result نتيجة، interview اللي هي معناها مقابلة شخصية، ولا حاول تشوف heading عنوان، ولا community مجتمع. طبعا attractive heading يعني عنوان جذاب. بعد كده بيقول لي are the equipment rooms، المعدات والغرف that people can use to do something، الناس بتقدر تستخدمها علشان تعمل حاجة. pavement رصيف الشارع، facilities الخدمات، survey دراسة، festivals مهرجانات، يبقى دي facilities الخدمات المتاحة. reading books every day can improve your reading skills، القراءة ممكن كل يوم ترفع المهارة ديت. the antonym of improve عكس كلمة يحسن، encourage يشجع، repair يصلح، damage يدمر، ولا develop يطور. حاجة بتحسن والتانية damage اللي هي معناها ايه؟ يدمر. بعد كده عندي بيقول لي I always my little brothers to help mom at home، تساعد ماما في البيت. deliver يسلم، volunteer يتطوع، interview يقدم، encourage يشجع، يبقى انا دايما بشجع اخويا الصغير ان هو يعمل ايه؟ يساعد ماما. يعني هو ممكن يكون بيشجع اخوه وهو اصلا مش بيعمل حاجة. we went to the fun fair، رحنا مدينة الملاهي. as it's easily access for everyone by public transport، سهل الوصول اللي هي access in the fly ITYION ولا MENT ولا IBLE، طبعا يمكن الوصول اليه اللي اسمها accessible او سهل الوصول اليه. بعد كده بيقول لي parents اللي هم الوالدين food for your everyday so you can grow strong and healthy، الوالدين الأطعمة يوميا. provide ليزود، affect يؤثر، deliver يسلم، encourage يشجع. طبعا الوالدين provide اللي معناها يزود. بعد كده بيقول لي this boy has much courage، عنده شجاعة to climb the tree، يطلع الشجرة. to get the verb of courage as the prefix، عايزين الفعل من courage اللي هي شجاعة، DIS ولا EN ولا UN ولا RE، عندنا كلمة encourage اللي هو يشجع. Sarah spoke to her friend in a decent way، بطريقة بطريقة ايه؟ decent way يعني فيها ايه؟ أدب شوية كده. the synonym of decent، مرادف decent. impolite غير مؤدب، cruel قاسي، indecent غير مؤدب، kind طيب يبقى kind. means many people who live together in the same area، ناس عايشين في نفس المنطقة. education تعليم، community المجتمع، electricity الكهرباء، interest اهتمام، طبعا ده community المجتمع. to get the opposite of healthy add the prefix، عكس healthy UN ولا EN ولا IN ولا IM، عندنا unhealthy اللي هو غير صحي. بعد كده بيقول لي the country tries to improve public service، الدولة تحاول تحسين الخدمات العامة، especially وخاصة education التعليم، graduation التخرج، presentation التقديم، pollution التلوث، عايزين يحسنوا education التعليم. we went to the public park، رحنا الحديقة، and we enjoyed it there واستمتعنا. the antonym of public عكس عامة، private خاص، local محلي، national قومي، needy محتاج، يبقى private خاص. care means looking after people's health، الاعتناء بصحة الناس.
neighborhood ولا health ولا leisure ولا project. طبعا العناية الصحية اللي هي health care. We add the suffix to the verb educate to get the noun. Educate نضيف لها immunity I-O-N-I-T-Y-A-T-I-O-N طبعا I-O-N عشان تبقى education. Our Anne woman is climbing up the stairs طلع السلالم with difficulty بصعوبة because she has weak knees. Knees يعني ركبة, weak يعني ضعيفة. يبقى الامرأة دي adult بالغة, oldest الأكبر, strong قوي, elderly اللي هو الكبار في السن يبقى elderly. بعد كده عندي time to practice. Include يشمل أو يتضمن. Strange اللي هي غريب. Disabled اللي هم ذوي الاحتياجات. Facilities اللي هي الخدمات. Pavement رصيف الشارع. الشارع وانكلود يشمل. I live in a great community مجتمع رائع. There are lots of sports activities for young people في أنشطة للشباب such as volleyball, الطايرة and tennis clubs. There are also many local not for people of all age. في local A facilities خدمات للناس كلها. Not a great theater and a history museum تشمل يبقى including. Our roads have wide ليها wide A أرصفة واسعة بقى pavement. So it isn't a problem for not people who travel around مش مشكلة للناس اللي هم الايه السترين ولا disabled طبعا الناس disabled اللي هم ذوي الاحتياجات ان هم يتجولوا براحتهم عشان في خدمات ليه. Mr. Maher is elderly كبير because he is 90 years old عنده 90 سنة. The word elderly means elder يعني old كبير, young شاب, rich غني, poor فقير معناها old. The antonym of the international عكس كلمة دولي global عالمي, universal على مستوى عالمي برضو, worldwide خارج النطاق البلد, local محلي يبقى local. That man works with a charity. الراجل ده شغال مع مؤسسة خيرية to help old people يساعد الناس الكبار. That means he is ده معناه إن هو gymnast لاعب قوة, customer زبون, volunteer متطوع, bully متنمر يبقى volunteer. The suffix gives a noun from the verb achieve. اللي ينفع نضيفه لكلمة achieve E-C-T-T-I-O-N-S-H-I-P-M-E-N-T يبقى achievement اللي هو إنجاز. The antonym of the word dangerous عكس خطير, serious خطير تساويها, difficult صعب, safe آمن, unsafe غير آمن يعني خطير برضو يبقى safe. Our N is a group of questions أسئلة that you ask people to find out information about something عشان تاخد معلومات من الناس يبقى ده survey دراسة, pavement رصيف شارع, project مشروع, opportunity فرصة يبقى survey دراسة. We add the prefix to the word carriage to get the verb عشان نحصل على الفعل. Carriage نضيف ايه قبلها I-R-M-I-S-I-M-D-I-S عندنا طبعا عشان نحصل. We add the prefix to the word carriage to get the verb. نضيف ايه قبل carriage اللي هو في عندنا يحبط او يثني اللي هي discourage ويشجع اللي هي encourage. A is a small area of a town and people who live there منطقة صغيرة الناس عايشة فيها. Neighborhood حي السكن, سكوير ميدان, فيلد حقل, بورت ميناء يبقى neighborhood. Means serves الخدمات such as electricity الكهرباء, natural gas الغاز الطبيعي, or water to help the member of the community. Difficulties الصعوبات, health service الخدمات الصحية, individual differences اختلافات فردية, public service الخدمات العامة, الغاز الطبيعي والكهرباء الكلام ده كله اسمه خدمات عامة. To get the adjective from the noun health we add the suffix. نضيف ايه في نهاية health why ing اللي why اللي says طبعا why عشان تبقى health. The antonym of the word ill is عكس كلمة ill will well well will طبعا بصحة جيدة اللي هي will. A mechanic repaired our car last week الميكانيكي صلح السيارة. The synonym of repair مرادف يصلح text fix care mix طبعا يصلح اللي هي fix. نروح بقى ال 122 المضارع المستمر بقى اللي هو بيستخدم للايه للترتيبات المستقبليه. They are travel to Europe next week for their holiday للقضاء الاجازه. مديني هنا are يبقى am و is و are زائد الفيرب زائد ing يبقى traveling. The students is taking a quiz in the classroom tomorrow بكره
الطلبة جمع يبقى نقول are. We not work next week, we are traveling to Paris. مش هنشتغل او مش هنكون شغالين يبقى we aren't working. What you doing tonight, هتعمل ايه الليلة يبقى what are you doing. I go to the park tomorrow, I have booked the ticket. حجز التذاكر. كده اخد اجراء ولا ما اخدش؟ اخد اجراء يبقى مضارع مستمر يبقى am going، ده معاه التذاكر. We can't visit you، اعتذار، مش هنقدر نزورك. We have picnic next week، يبقى عندنا، يبقى we are having. She visited her grandma next Saturday، she phoned her. فوند هير يعني اتصلت عليها، يبقى خلاص مرتبة she is visiting. What are they go this weekend or where are they going، أين يذهبون. My dad fly to New York tomorrow، he has booked the ticket، مع التذاكر، يبقى my dad is flying. I clean my room after lunch. I have arranged. احنا قلنا arrange أو prepare يبقى مضارع مستمر على طول. I'm cleaning. My brother not stay home tonight. He is meeting his friend in the afternoon. مش هيمكث في المنزل يبقى isn't staying. My mom is help me make a cake tomorrow. هتساعدني يبقى is، هو مديني is يبقى helping. I leave tomorrow. I have bought my train ticket. جبت التذاكر. يبقى I'm leaving. We get married next July. We have invited our friend. عزمنا الأصدقاء خلاص. يبقى we are getting. احنا قلنا عيد الميلاد وحفلات الزفاف. Noah meet her old friend next week. It's arranged. قلنا arrange أو prepare يبقى مضارع مستمر يبقى is meeting. Look my new friend come over there، انظر جاي يبقى مضارع مستمر is coming. We build a new house next week، we have arranged. طالما رتبنا يبقى we are building. بعد كده بيقول لي we are start a new project، it's arrange. طالما قال لي arrange يبقى starting. Where you go at the present، at present مضارع مستمر يبقى where are you going. am is و are زائد الفيرب زائد ing. Anas not play tennis now، he is doing his homework. مش هيلعب يبقى Anas isn't playing tennis tomorrow. نروح بقى ل 124، ده الجزء الخاص بالصفات اللي هي ED و ING، هنشرحها واحنا بنحل. Last week Aya played the guitar، عزفت الجيتار in two concerts، في حفلتين. She was amazed، هي كانت، يبقى هي عزفت يبقى هي كانت رائعة، يبقى she was amazing، هي المسببة للصفة. The customers were pleased with the quality of service، كانوا مبسوطين يبقى هم شاعرين بالصفة يبقى ED يبقى pleased. حسن is interested in watching football matches، مهتم بمشاهدة المباريات يبقى interested in. I woke up unhappy، قمت مش مبسوط yesterday because I had a terrified dream، حلم مرعب، الحلم هو السبب يبقى terrifying dream. Taking deep breath، نفس عميق، helps me feel more relaxed، ساعدني ابقى مسترخي يبقى relaxed، شعوري انا اهو. She was annoyed by her little sister who was crying، اللي كان بيبكي يبقى she was annoyed، كانت متضايقة. I started to get worried when they didn't arrive، أنا بدأت أقلق، شعوري الشخصي برضه worried. My little sister was scared to walk alone، كانت خايفة يبقى was scared. Eating ice cream on a hot day is satisfying،
أكل الآيس كريم شيء مرضي يبقى satisfying. He is a poor person. I don't like to listen to him. شخص نقط مش بحب أسمع له يبقى ممل boring. إنما لو هو شعر بالملل يبقى bored. I was surprised to see my cousins this morning because I thought I was in Cairo. يبقى أنا كنت مندهش ومتفاجئ يبقى surprised. He was tiring after playing all day. يبقى بعد ما لعب كتير شعور الشخص كان إيه؟ كان tired. I was very frightened when I saw the big dog. كنت خايف يبقى frightened شعوري أنا. I was disappointed to hear that the community center was closing. لما عرفت ان المركز قفل يبقى كنت محبط disappointed. The instructions for my new coffee machine are really confused. المعلومات مربكة confusing. Villagers اهل القرية are exciting to hear about the plan. كانوا متحمسين شعورهم بقى excited. She was shocked by the news. هي صدمت يبقى she was shocked. محمد صلاح is an amazed footballer. لعيب يشعر بالاندهاش؟ لا ده هو amazing. The cat was frightened when it saw the dog. يبقى the cat was frightened. القطة كانت خايفة. The football match was very exciting. المباراة بنوصفها كانت exciting شيقة ومثيرة. بعد كده عندي 125 بيقول لي I meet مصباح at the airport at 5. الساعة 5 مرتب لكل حاجة هيقابله يبقى I am meeting. Don't be frightened. The dog won't bite you. ما تبقاش خواف. يبقى don't be frightened. The match was bored, so I stopped. الماتش كان يشعر بالملل. لا ده كان boring. I play tennis with my friends next Friday. Everything is okay. كل حاجة مترتبة. يبقى I'm playing. Hand likes reading, excite stories, قصص شيقة يبقى exciting. Our class visiting museum next week, our teacher has booked a bus, حجز الباص يبقى our class الفصل بتاعنا ماله بقى is visiting. Why are you looking so worried? انت ليه قلقان او تشعر بالقلق يبقى worried. We get married in June. It's arranged. طالما في ترتيبات يبقى we are getting. The journey was really tired. الرحلة كانت متعبة يبقى tiring. متعب أو مرهق. The government build our new school next summer. Everything has been arranged. يبقى الحكومة مالها بقى هتبني. الحكومة بتعمل مفرد يبقى is building. I was interested in knowing the truth. أنا مهتم بمعرفة الحقيقة يبقى interested. بسملة come back next Tuesday. I can't wait to see her. يبقى جاية يبقى is coming. The museum is amazing. There are so many old things. المتحف amazing. رائع. The goats were very frightened when they saw the lion. الماعز كان ماله بقى frightened خائف. We can't visit you. We meet some friends after work. هنقابل أصدقاء بعد العمل يبقى are meeting. The result of the exam was disappointed. كانت محبطة يبقى disappointed. Disappointing, sorry. She go to the dentist on Thursday. رايحة يوم الخميس للدكتور.
يبقى she is going. I was excited to watch the new film last night. أنا أشاهد الفيلم يبقى excited. I fly to Paris for a holiday. I have got the plane tickets. معايا التذاكر يبقى I'm flying. Today's English lesson was very interested. I learned a lot. تعلمت الكثير يبقى كان interesting. بعد كده عندي تمرين على الدرسين مع بعض الأول والتاني. Dialogue: Jana and Noah are talking about the Decent Life Initiative اللي هي مبادرة حياة كريمة. Hi Jana, what are you doing? بتعملي ايه؟ Hi Noah. نقط: It's about the Decent Life Initiative مبادرة حياة كريمة. فأنا ممكن أقول I'm reading. أنا أقرأ مثلا an article مقالة. تلاها عن إيه يبقى what is it about. It's a plan to improve the quality of public service in rural areas. خطة تحسين الخدمات في المناطق الريفية يبقى what is it. إيه هي حياة كريمة دي؟ Do you mean it will help people in the village؟ هتساعد الناس اللي في القرية to have better health care, education and other services؟ هتساعد الناس اللي في القرية طبعا. Yes I do. Can I read it when you finish؟ طب ممكن أقرأ المقالة دي لما تخلصيها؟ Sure you can. بالتأكيد. السؤال اللي بعده plane طائرة community مجتمع and و rural ريفي plan خطة نور. The Decent Life Initiative is a great نقط that helps people who live in يبقى is a great ايه؟ طائرة ولا خطة؟ لا خطة طبعا مش طائرة. areas في المناطق الرورال الريفية. it has made a difference to our هتعمل اختلاف في الكوميونتي. it aims to تهدف الى improve post public service health care والرعاية الصحية اللي هي and health care. we should support it احنا لازم ندعمها. بعد كده عندي هنا بيقول لي to not is to try to make people do something تحاول تخلي الناس تعمل حاجة. improve يحسن, deliver يسلم, continue يستمر, encourage يشجع. يبقى انت كده بتعمل لهم ايه encourage. to is to take a letter or object to a place or building تاخد خطاب او شيء لمكان. provide يزود, deliver يسلم, volunteer يتطوع, improve او متطوع improve يحسن. يبقى انت كده رايح تسلمه. our community has many مجتمعنا فيه we have some great shops عندنا محلات and place to go like the library. problems مشاكل, survey دراسة, facilities خدمات, difference اختلافات. يبقى عندنا خدمات facilities. the students here have done something important عملوا حاجة مهمة. they have made a good achievement انجاز. mistake خطأ. electricity كهرباء. friend صديق طبعا عملوا achievement يعني انجاز عظيم. بعد كده بيقول لي we add the prefix البداية at the beginning of the word able to get its antonym عكس كلمة abled. enabled, imabled, irdis عندنا كلمة disabled اللي هي ذوي الاحتياجات. بعد كده بيقول لي وليد can repair his bike يقدر يصلح السيارة. the antonym of the word repair عكس يصلح drive يقود, damage يدمر, mend يصلح, fix يصلح. كله يصلح دي يصلح ودي يصلح يبقى damage. 5 million new jobs 5 مليون وظيفة is an amazed achievement ده إنجاز رائع ومدهش يبقى amazing. may he was surprised to see the pyramids for the first time كانت مندهشة ومتفاجئة يبقى was surprised شعورها. I can't see you tomorrow بلاش قبلك بكرة. I play football with my friend we have arranged رتبنا يبقى مضارع مستمر يبقى I'm playing. he meet his uncle at the airport at 5 o'clock الساعة 5 بكرة مرتبين اهو يبقى he is meeting.
The kids were boring during the long car ride with nothing to do. كانوا حاسين بالملل، يبقى was bored، شاعر بالملل. بعد كده بيقول لك اكتب عن Decent Life Initiative، وعندك درس قراءة كامل في Lesson 1 و 2 بيتكلم عن مبادرة حياة كريمة.